يقول السائل: يحضرني نزيف من الأنف في أي وقت، يعني في حالة مزمنة، ما هو موقف الشرع في حالة وجود نقاط من الدم على الثياب؟ هل لا بد من غسلها قبل الصلاة وإعادة الوضوء؟ وما هي الكتب والمراجع التي يمكنني الرجوع إليها بخصوص هذا الموضوع؟ وبارك الله فيكم. أما الدم الذي يصيب الثوب أو البدن منك من جسمك هذا يجب غسله، لأن الدم نجس، يجب غسله وإزالته من الثوب أو من البدن لأنه نجس، ومن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. وأما نقض الوضوء بالرعاف إن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، أما إن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. إن كان يسيرا نقطة أو نقطتين أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر على الوضوء. أما إذا كان نزيفا نزيفا كثيرا فعند بعض العلماء أنه ينقض الوضوء. نعم.